السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم متابعينا. اليوم بدنا نتكلم عن نبتة وزهرة اسمها المخملية القائمة. طبعا هاي النبتة أو الزهرة هي نبتة جميلة جدا، شوفوا منظرها، هذا اللون الأصفر وهذا اللون البرتقالي، وفي كمان ألوان متعددة منها. شوفوا كيف جمال اللون البرتقالي وهذا اللون الأصفر. طبعا هاي النبتة متابعينا الكرام مزروعة بقصيص صغير زي ما شايفين، رح أنقلها لقصيص أكبر منه حتى تأخذ راحتها وتنمو بشكل جيد وما تنحشر الجذور. طبعا هاي النبتة المخملية كيف ممكن نكاثرها؟ شوفوا كيف، شوفوا أسفل الورقة في عنا إشي زي الكأس، تمام، بس تنشف هاي الوردة، أو عفوا أسفل الوردة، بس تنشف هاي الوردة من قصها من أسفل الكأس وبنحتفظ فيها حتى الربيع القادم، وهذا الكأس بالربيع القادم بتكون نشفت تماما، بنفتحه بيكون فيه بذور، وبنزرع هاي البذور، بنزرع هاي البذور بالصيص، طبعا بنحط تربة وبنرش هاي البذور وبنرويها بمرش أو رشاش أو بخاخ حتى ما تنزل البذور إذا رويناها بطريقة مباشرة. طريقة تكاثرها جدا سهلة، حكينا عن طريق البذور الموجودة في الكأس الموجود أسفل الزهرة. طبعا هاي النبتة تزهر حتى بفصل الصيف وحتى نهاية فصل الخريف، وممكن تمد معنا فصل الشتاء، ولكن هاي الزهرة شوي ببطأ نموها في فصل الشتاء، إذا ازهارها فصل الصيف حتى نهاية فصل الخريف. الآن هذا الصيص موجود في محلات الزراعة، بيكون في تحته زي الغطاء، لازم يكون الصيص مثقوب حتى المياه الزائدة عن الحاجة تنزل عنا. طبعا اليوم راح استخدم اليوم ترابل بيت موس. طبعا هاي النبتة بتمتاز انه بتعيش باغلب انواع التربة. قبل ما نحطها شوفوا كيف منظر الكأس اللي تحت، هون بيكون البذور، لما تنشف هاي الزهرة بتحتفظوا بهاي البذور حتى بداية فصل الربيع ويتم زراعتها. طبعا بنحط في اسفل القصيص تربة، بعد ما حطينا تربة نساوي هيك، نضغط عليها حتى إذا في أي هواء أو أي. الآن هاي الزهرة من طولها بدون ما نخرب هذا القصيص الصغير، من طولها وبنضعها في القصيص وبنحط تربة وبنروي. هاي الطريقة بنطلعها تماما من القصيص وبننزلها. طبعا لو في حدا معكم يساعدكم بيكون افضل. الان بعد ما حطيناها شوفوا كيف التربة مناسبة اللي حطيناها بالاسفل، نضع تربة، شوفوا كيف نضغط للاسفل حتى اذا في اي هواء يروح تماما، نضلنا نعمل هيك حتى نعبي القصيص بالكامل. بعد ما حطينا تربة بشكل كامل وتعلمنا كيف نضغط على التربة حتى يروح أي هواء زائد عنا، الآن بنرويها ريا مشبعة أو ريا غمر، تمام، نرويها ريا مشبعة لازم تنزل المياه من فتحات الصرف، ونتأكد انها انروت بشكل ممتاز كامل. رح
حنشوف الآن كيف المي رح تنزل من فتحات الصرف. نضل نزيد مية، يعني لازم تنزل المي زي ما حضراتكم شايفين الآن، نزلت المي من فتحات الصرف انتهى. الآن ما بنرويها إلا لما تجف التربة. احنا فصل خريف حسب جو منطقتكم. إذا هاي نتيجة نهائية بعد ما زرعناهم بالقصيص، ويعطيكم العافية.